أشكر خريجة بلدي، أشكر بزاف، أشكر المسؤولين الشباب والمتكلفين باسم النشاط، هذا شكرا بزاف، أعطينا نشكر بزاف كلهم، أشكر الآباء والأولياء التلاميذ والأمهات، يمكن شخصيا يعني لي تعجبت بزاف بصراحة، دائما كي كان تلوم كل تستويها اسمها هي شريفة، يعني ماشي على العمى، من تلوم كلها، يعني من تلوم كل المتوسط والمسلم، يعني علاش شريفة تعجب بزاف الفوركي، الصغار بزاف، يعني الدراري يستافدوا، تطور طلع، يعني عمل الآن تكون كل عشقة، يعني في مستوى في ديما، يعني عمل الآن يتجبد، عمل الآن يتجبد بصراحة حق الله العظيم. يعني مثلا في اسمي ولا صباح كل شيء في الامهات والاباء يزعموا بخير بزاف هذا واقع يعجبني بزاف هذا التشكيل تاعهم حاجه الماكله حاجه يكون كل شيء هذا التشكيل يعني يرتاح الدراري فرح لكن انت وحده تكني تلقى الثقه بزاف هذا انت وتروان في حاجه في الله تهلا هذا انت وتسعود او تبدا ان شاء الله انا حتى جاب مثلا يا ريت تنحك لي اساطير الدوريه بصراحه دورة اللي دورة تكفى العملية دورة كانت سنة كيفاش اللي تجلس دورة العمل يعني شو دورة ما عايش عايش العام الجاي إن شاء الله يعني قلت لي حاجة نجرب العام الجاي إن شاء الله شكرا بزاف بارك الله فيكم.